اكزومبل مين يكون يمد في ليكسبوزي تحس بلي ليكسبوزي ساهل يمدها للشيرات وخارجين فيها طاي طاي ماشي زعما يقمن ولا خيره وراي حاضره عندك الانسان والطبيعه مختار ولا مختار حاضر عندك الذبان وعلاقته بالحيوانات الاخرى او علاج تكون وريك الزنبة ونينبا مختاريه حرامي هنا استاذ عندك البحث تاعك صبرتشو ما لون السماء؟ مليحه لون السماء هذه مليحه هشام وراه هشام حاضر استاذ حاضر البحث تاعك كيفيه واهميه واستراتيجيه التفكير العصبي عند الطفل البالغ هذه ديرها انت مليح صح نجيب لك فلاديسك استاذ لا 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 بالبيسي السلام عليكم الور قبل كل شيء مرحبا بكم شكرا اللي قبلتوا الدعوه تاع اليوم لميتكم اليوم باسكو نتوما هما لي ميور كريمينال في الجزائر وبيكم ملمومين نقدروا نديروا المستحيل نتام شومر ونتام شومر وانت راك هنا وانا مشومر وكاع مشومرين بصح كل شيء راح يتبدل أمريكا. بعد إعلان تحرير العبيد كإعلان رئاسي أصدره الرئيس إبراهام لينكولن في 1 يناير 1863 الأشخاص اللي بشرتهم سودة في أمريكا كانوا منتظرين تغيير في معاملة المواطنين ليهم خلاص بقى هم بقوا أحرار لكن للأسف مش ده اللي حصل التمييز العنصري كان واضح جدا في القانون ومعاملة الناس ليهم ما كانش ليهم الحق في التعليم أو في دخول المكتبات العامة الكنائس كانت مفصولة عنصريا وما ينفعش يقعدوا في الأماكن العامة زي المطاعم لأنه مخالف للقانون بعد اعتصامات كتير وقتل وخناقات في 28 أغسطس 1963 حصلت مسيرة واشنطن بقيادة مارتن لوثر كينج للمساواة العرقية حي من أعظم المسيرات الحرية وحضر فيها 350 ألف شخص ويقف مارتن قدام الجميع ويقول واحدة من أفضل الخطابات في التاريخ I have a dream أنا عندي حلم إن أطفال الأربعة يوما ما يقدروا يعيشوا مع بعض في بلد واحدة ما يتحكمش عليهم من لون بشرتهم لكن بمضمون شخصيتهم فقط للأسف حتى يومنا هذا لازال في عنصرية ضد السود هناك في أمريكا الغشاشة طرق للغش فعل حلال الغشاش بلس بلس طرق غش فعل حلال مع كسب الأجر والثواب عندي ماستر نبيع الباسبور كيفاش حبيت في البلاد هذه نصبور خلاص عييت ومن الخدمة هذه مليت سلكونا إذا بكاو الرجال عرف بلي الهموم فاقت الجبال حبينا النور حبينا النور في الظلمات ولينا كل جثث بدون حياة كيفاش يجيني في الليل النوم وانا قلبي حزين وخاطري مهموم حوس نخدم لازم لي ديبلوم جبته صلى غالب خدموني عساس النجوم تزايد خلال القرن الماضي الحديث حول حرية وحقوق الإنسان حقوق الإنسان حرية التعبير حقوق المرأة لكن في نفس الوقت الانتهاكات تاع حقوق الإنسان ما نقصت بالعكس زادت في بعض الأحيان علاش؟ أعطوني حقي ولا نخمم تجيك وردي أجي ولي كريمي لا لوزم ما أكتب
نعم الكل يطالب بحقه وعنده الحق باش يطالب بالحق تاعه، لكن هل ممكن أن نلبي كل الحقوق وننسى الواجبات؟ في سنة 1947 أرسل جوليان هيكسلي المدير العام لليونسكو إلى المهاتما غاندي طالبا منه كتابة مقال حول حقوق الإنسان، فأجابه هذا الأخير: كل الحقوق المستحقة والمحفوظة تنبثق من الواجبات المؤدة. تم غادي نجري 10 دورات ومن بعد تبانوا نروح. أهم حاجة اللي ديرها كي تجي تجري دير حبة ما في جيبك، ديرهم في صاشي كيما هكا وخليهم في جيبك. صاي راك فاهم عليها بلا ما نقولك. شكدير عليه بالحدي؟ شكدير؟ صاي كمل دروك غادي نهود للدار، نبدا شوية مونتاج، ريح شوية خطراني عيان. بعد وين نروح؟ روح للصالة تاني نزيد تريني شوية، نزيد نحرق، باين نحرق بوات عب السيف، باين مكانش زعما تاع الرياح وكاع. On a trois types de mémoire. Chaque personne واش عنده. نبداو بلا ميموار فيزوال ولا الذاكره البصريه. هذا التيب ديال ميموار يعتمد بوكو بلوس على لا فيزيون، على النظر. يعني افورس تشوف حاجه بزاف وتعاودها تحفظها. لي بيرسون اللي عندهم هذا التيب ديال ميموار دو بريفيرونس يستعملوا لي كولور في لي ريفيزيون تاعهم، يستعملوا دي نوت اي دي ريزومي افيك لي كولور. سورتو يديروا ان كاي شيما وين يرسموا فيه دي شيما ويسيو يحفظوه. هكذا يسهل عليهم الحفاظة وتكون لا ريفيزيون تاعهم ايفيك. الدوزيام تيب دو ميموار هو لا ميموار اوديتيف ولا الذاكرة السمعية، تعتمد بوكو بلوس على السمع وتشغل تشفاو بوكو بلوس على الليسان. الاشخاص ولا لي بيرسون اللي عندهم هاد التيب دو ميموار هما نفسهم اللي يحفظوا الغنى ربي. كل ريفيزيون ما عليكم غير تقراو الكور تاعكم او تفوا باش تسمعوه وتقدروا تحفظوه.